وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، حقيقه كان المفروض اليوم اننا نستكمل شرح نظم محمد البشار في الفقه المالكي في الحديث عن الغسل، لانه بعد ان انهى الحديث عن الوضوء وعن باب النجاسه بدا يتكلم عن باب الغسل وفرائضه وسننه وفضائله ومكروهاته، وقال وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس الى اخر الابيات. لكن تعودنا في كل مره عندما يعني يسير رمضان على الابواب ويكون قريبا دائما نحاول من باب الاستعداد لهذا الشهر الفضيل اننا نتناول اهم الاحكام الفقهيه المتعلقه به. يعني المسلم مطلوب منه ان يستقبل شهر رمضان لمعرفه احكام الصيام ومعرفه فضل الصيام، يعني يعرف الاحكام الصوم قبل ان يصوم ويعرف فضل القيام قبل ان يكون، حتى اذا ما دخل رمضان وجد نفسه قد استعد علميا وفقهيا ومعرفيا، من باب ان العلم يكون قبل العمل، بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمفروض ان المسلم كلما اقبل على عباده الناس عندما ينوون الذهاب للحج او العمره تجدهم يسالون العمره كيف تكون؟ ما هي اركانها؟ ما هي سننها؟ ما هي شروطها؟ ما هي مفسداتها؟ وكذلك الانسان عندما يدري الى الحج تجده يسال عن حكم الحج، كيف يكون؟ ما هي اركانه؟ ما هي واجباته؟ ما هي سننه؟ ما هي فضائله؟ ماذا اقول في موضع كذا؟ ولماذا ادعو في موضع كذا؟ هذا كله من باب الاستعداد العلمي والمعرفي قبل الدخول في العباده. لانه فرق كبير بين ان تدخل العباده وانت على علم باحكامها وفضائلها، وبين ان تدخل العباده يعني تخبز اربع اشواط. يعني قد ترتكب ما يفطر وما يفسد رمضان ولا تدري، وقد يفوت فضل وانت لا تدري، وقد تضيع ايام، وبالتالي العلم مهم جدا مهم جدا قبل الاستعداد. وهذا الكلام لا يقال فقط في باب العبادات الحقيقه، يقال كذلك في باب المعاملات. قبل ان نقدم على اي معامله لابد ان نعلم حكم الله تعالى فيه. وذكرنا مرارا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يتجول في سوق المدينه، فاذا وجد البائع ساله: هل تعلم احكام البيع والشراء؟ لكن قال: نعم، اقره على بيع، يعني ترك الى بيع. واما اذا وجده لا يعرف احكام البيع والشراء فكان ينام، روح تعلم اولا احكام البيع والشراء ثم تعال وبع في سوقه. لذلك العلم مهم جدا، فاعلم انه لا اله الا الله، وهذا شرط الله به الانسان بان جعله اهلا للتعليم، وعلم ادم الاسماء كلها، وعلم ادم الاسماء كلها، يعني ان ربي سبحانه وتعالى شرف الانسان بكونه قابلا للتعليم، ثم ميز هذا العلم وفضله فقال الله عز وجل: اقرا باسم ربك، في اول ايه طلقت قلب النبي صلى الله عليه وسلم تاخذه بالعلم وبالقراءه. ولذلك اصبح الله اهل العلم، الناس يتفاوتون بقدر ما عندهم من علم. يرفع الله الذين امنوا منهم والذين اوتوا العلم درجات. وفي ايه اخرى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهو استفهام الغرض منه النفي، اي لا يستوي العالم والجاهل. من فاتك بمعلومه في دين الله عز وجل فاتك بدرجه عند الله عز وجل. لذلك الانسان مطلوب منه كلما وجد بابا من ابواب العلم الا وذهب اليه، كلما وجد بابا من ابواب العلم. نحن في مساجدنا الان تجد حلقه العلم وتجد المحاضرات والدروس، قليل من الناس من يحضرها. والله لو علم الناس قيمة العلم في ميزان الله عز وجل، في ميزان الشرح، ما ترك المسلم درسا او محاضرة في مسجد بيت الله عز وجل الا وحضر واخذ منه بنصيب واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه فقد اخذ بحق وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الانسان
بقدر ما عنده من علم بقدر ما يعني يرتفع مكانه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبياء. ولا يعلم الانسان بجاهله، لا يعلم، يعني الانسان عندما يضيع خير او يرتكب حراما او يفعل لا يعلم بجاهله، خاصة المسلم الذي اتيحت له اسباب الفقه واسباب التعلم. حقيقة الاستعداد لرمضان من بين الاشياء التي ينبغي للمسلمين ان يستعد بها هي معرفة الاحكام الفقهية للصيام ومعرفة فضل الصيام، لأن الذي يعرف الأحكام يصح صيامه، والذي يعرف الفضل يقدم على الصيام بنفس متنهفة لهذا العمل وبنفس نشطة على هذا الصيام، فتتحمل الصيام وتملأ وقتها بالطاعة وتملأ ليلها بالقيام والنهج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف الفضل، وهذا الذي نستفيده من الأحاديث التي تبين لنا فضائل الصيام وفضائل النوافل وفضائل الزكاة وفضائل الصدقة. ما الفائدة منها؟ الفائدة منها أن النفس عندما تعرف هذه الفضائل تنشط في الطاعة. أنت لم يقل لك مثلا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ولام ميم، هذا عندما تصطحبه يجعلك تنشط في قراءة القرآن، بل لا تترك القرآن أبدا، ودائما لا يفارق عيناك المصحف. لماذا؟ لأنك تعرف أن كل ما قرأت حرف في ميزان الله عز وجل حسنات. وهكذا لما تعرف أن صلاة ركعتين أو سجدة واحدة يغفر الله بها ذنوبك، وأن صيام يوم واحد لله عز وجل يباعد به وجهك عن النار 70 خريفا، وعندما تعرف أن المسلم أو المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وعندما تعرف أن الذي يقوم الليل ولو قدر حد شاة فإنه يعني ربي سبحانه وتعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفى الله له من سعادة يوم القيامة. عندما تعلم هذا الفضل سوف يدفعك إلى الطاعة وإلى المنافسة فيها. لماذا؟ لأنك عرفت الثمن، عرفت ماذا؟ ثمن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للصالحين. لذلك هنا إن شاء الله يعني بقيت هذه ثلاث جمعات إن شاء الله تعالى قبل رمضان نحاول أننا نكمل فيها أحكام الصيام وفضل الصيام. والصوم هو أحد، وصيام رمضان تحديدا هو أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها. رب اجعلنا الصوم ركن، بحيث أن المسلم إذا لم يصوم فقد هدم ركنا أساسيا من أركان الإسلام اللي هي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه الأركان الخمس التي تكفي المسلم لدخول الجنة. هذه الأركان الخمسة من أتى بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تدخلك الجنة. الدليل حديث الأعرابي قال: ماذا فرض بعد أن تشهد؟ قال: ماذا فرض الله عليه من الصلاة في خمس صلوات في اليوم والليل؟ ماذا فرض الله علي من الصيام في شهر رمضان؟ ماذا هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ماذا فرض عليك؟ فلما أكمل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي لا أزيد على هذه الأركان ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر. دل العلماء، يعني العلماء قالوا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن من اكتفى بأركان الإسلام وأحسنها وأتقنها فإنها كافية لله جل وعلا، ومنها صيام شهر رمضان. وهذا الصيام أهمية أنه شهر، وشهر واحد في العام يأتي مرة واحدة ثم يأتي في السنة الأخرى، وهو فرصة عظيمة. ملك الله سبحانه وتعالى بخيرات عظيمة جدا، نعلم من فضله أن الجنة تزين وتحلى، يعني ربي سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بتزيين الجنة وتحليتها وتفتح أبوابها فلا تغلق طيلة شهر رمضان، وبأن النار والعياذ بالله توصل وتغلق فلا تفتح. يعني شهر رمضان كله أبواب السماء التي هي طريق الدعاء وطريق لكل الرحمات تفتح فلا تغلق أبدا، والأعمال كلها مغامرة. حتى جاء في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن النافلة فيه من تقرب فيه بالإسلام كسار الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى الفريضة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وفيه تغفر الرقاب وفيه ترحم العباد وفيه عشر التواحد رمضان. الليالي عشر التواحد رمضان هي أفضل ليالي العام، وفي ليلة خير من ألف شهر. لذلك المسلم عندما يعرف هذا الفضل ويعرف هذا الركن فإنه يقبل عليه يعني بنشاط، فيملأه بالطاعات ويجتنب فيه المعاصي والمنكرات ولا يضيع وقته سدى، لأن وقته ثمين جدا، وقته ثمين جدا. ولذلك الكيس هو الذي يفسد استغلاله. فلما تعرف أن هذا من أركان الإسلام وأن فضله الذي ذكرت، فتعرف أن تعريف
تأديبه في الشريعة الإسلامية للصيام هو أن تمسك عن جميع المفطرات. عندنا الصيام هو الصيام في اللغة العربية يقول حول الإمساك والامتناع، أن تمسك، أن تمتنع، أن تكف. وهذه حكمة أن ربي سبحانه وتعالى في أوامر الشريعة أفعال وتروك. أما أوامر الشريعة كل يفعل ولا تفعل. يقول لك أقيموا الصلاة لا تتركوا الزنا. أقيموا مثلا هذه الزكاة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا التكليفات الشرعية هي أوامر ونواهي، أفعال وتروك. وربي سبحانه وتعالى ولي الرحمة بالعباد أنه علمنا كيف نتحمل هذه التكليفات وكيف نحافظ عليها، فشرع لنا ما يعلمنا على الأفعال وشرع لنا أيضا ما يدربنا على التروك. ما الذي يدربك على ترك المحرمات، على ترك الخمر والقمار والميسر والربا وكذا؟ الصيام. لأن الصيام إذا استطعت أن تترك الطعام والشراب وتترك الجماع وتترك الأشياء التي حرمها الله عليك في شهر رمضان في نهار رمضان وهي فيها ثواب حياتك، الطعام والشراب لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها. الطعام والشراب وإتيان الأهل هذه أمور ضرورية تقوم عليها الأدب، ورغم ذلك تتركها لله. فإذا استطعت أن تترك هذه الأشياء فمن باب أولى أن تترك الخمر وتترك القمار وتترك الربا وتترك الزنا وتترك كذا وكذا. يعني الصيام يدربك على أن تثبت في باب التروك، كما أن الصلاة والزكاة والحج يدربك على أن تثبت في باب الأفعال. هذه تربية، ولذلك رمضان إن شاء الله تعالى هو مدرسة عظيمة جدا يتعلم فيها الإنسان أن يترك لله، يتعلم فيها الإنسان أن يترك لله، ويتعلم فيها الإنسان أن يسمو بنفسه إلى درجة الملائكية، لأن الملائكة منزهة عن الأغراض البشرية، لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع ولا كذا، أنت في شهر رمضان يلتقي بك ربك سبحانه وتعالى لتدعوك في مرتبة الملائكة في نهار رمضان، لا تأكل، لا تشرب، لا تأتي أهلك، وإنما تعيش في جو من الروحانيات الذي يرفعك حتى تكون قريبا من ربك سبحانه وتعالى. شهر رمضان هو شهر التزود الروحي في الحقيقة. وهو شهر للتقرب الى الله سبحانه وتعالى وللتدرب على الطاعات وللتدرب على ترك المنكرات، ولذلك هو الامتناع والكف عن المفطرات. وكلمه المفطرات كلمه واسعه ياتي تفسيرها ان شاء الله في الدروس القادمه، عن جميع المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الذي يؤذن عنده اذان الصبح الى غروب الشمس بنيته. اذا هو ترك بنيته، تترك الطعام والشراب وتترك الشهوات بنية طبعا طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتبين أن الصيام يقوم على ركنين أساسيين، الركن الأول هو النية والركن الثاني هو الامتناع عن المفطرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولذلك وقادر عليه الحمد.